وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة نوال الخاطر، وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات الاستراتيجية والأداء. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، وبداية هل حدثتينا عما يعني لكم هذا الإنجاز؟ شكرا لكم. بداية طبعا نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب البحرين على هذا الإنجاز وحصول مثل ما ذكرتوا أكثر من 3000 معلم على هذا اللقب. هما حقيقة 3171 معلم خبير، وهي من الألقاب العالمية اللي تنافس التربويين عليها في العالم. وطبعا هذا اللقب يتم اختياره من قبل يعني جهات متخصصة من شركة مايكروسوفت، وحتى يحصل على يعني المعلم على هذا اللقب لابد أن يمر برحلة مليئة يمكن تكون بالتحدي والمتعة، ولكن أيضا هي ليست بالسهلة، ولابد أن يحصل المعلم أولا على لقب المعلم المبدع حتى يحصل على هذا اللقب الخبير. وطبعا هذا العام مثل ما ذكرنا حصلنا على أكثر من 3000 معلم، في حين في العام الماضي 2021-2022 كان عندنا 136 معلم. نعم أستاذة نوال، ما أهمية ودلالات هذا الإنجاز البحريني وانعكاسه على تطور العملية التعليمية في المملكة؟ طبعا أكيد من الواضح أن هذا الإنجاز الجديد يمكن يكون دليل قاطع على تطور تميز العملية التعليمية في مملكة البحرين وتقدمها، ويمكن بالتأكيد على اللي هو مخرجات التمكين الرقمي في التعليم، وهو طبعا البرنامج اللي يتم تنفيذه في وزارة التربية والتعليم من العام 2015. يمكن اللي يتميز فيه معلمين حتى حصلوا على هذا طبعا اللقب أنه يكون معلم خبير، لابد أن يكون لديه شغف عالي بتطوير العملية التعليمية، لابد أن يكون قادر على تجويد الأدوات والتقنيات الحديثة ودمجها في العملية التعليمية. وما شاء الله معلمين الخبراء طبعا يحفزون طلباتهم للتفكير الإبداعي، يحسنون مهاراتهم، وأيضا لابد حتى يحصل هذا اللقب لابد أن يرسخ أيضا مبادئ المشاركة ونشر العلم من خلال طبعا تدريب زملائهم. وايضا يعني ناكد احنا في وزاره التربيه والتعليم ان احنا تم توفير اللي هو حسابات مايكروسوفت 365 لجميع منتسبي وزاره التربيه والتعليم، بهدف طبعا رفع كفاءه الموظفين في الوزاره وايضا الكادر الاداري والتعليمي في جميع المدارس طبعا الحكوميه. وللعلم من الحاصلين على اللقب ايضا لدينا معلمين من مدارسنا المدارس الخاصه. واحنا نقوم في وزاره التربيه والتعليم بالشراكه مع المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بتقديم التدريب التخصصي النوعي، ويشاركنا طبعا مثل ما ذكرت المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وايضا مركز معتمد لتقديم الامتحانات شركه مايكروسوفت. السيده نوال خاطر، وكيل وزاره التربيه والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والاداء، شكرا جزيلا لك.